السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة سارة أحمد البهلول، مدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي. هكون معاكم في كورس ماشين تول ديزاين 1. هنكمل مع بعض اللي ابتديناه المحاضرات اللي فاتت، وهناخد النهارده السبيد تشينج ميكانيزم. بعد ما المرة اللي فاتت درسنا السبيد ديزاين وعرفنا ان احنا بيطلع عدد معين من السرعات بناء على التصميم اللي احنا صممناه، سواء كان according to geometric او الارثمتك او اللوجاريثمك progression، عايز اعرف دلوقتي ازاي ان انا احصل على عدد السرعات دي. في ميكانيزمز كتيرة جدا. اول وابسط ميكانيزم عندي الكون بولي درايف. هنا بيبقى البولي اللي انا بستخدمها بتبقى متدرجة القطر، يعني فيها اقطار عديدة جدا، بحيث بيبقى فيه تو بوليز وفي بيلت ما بينهم، بحيث لو انا بدور العمود الاولاني بسرعة ان وانا حاطط البيلت على الطارة الاولانية اللي قطرها كبير ومتصلة بالعمود الثاني اللي عليه نفس الطارات بتاعتي بس معكوسة، يعني الطارة الكبيرة بتبقى متصلة بالطارة الصغيرة القطر الصغير عن طريق البلت، فاقدر ان انا احرك الدرايفن شافت ده بتلات سرعات. يعني وليكن لو انا عندي الدرايفنج شافت او المين شافت بيدور بسرعة ان، والبلت بتاعي متصل ما بين القطر الكبير في البولي والقطر الصغير في البولي اللي موجودة على الدرايفن شافت، فاقدر احصل على سرعة ان واحد. لو انا قمت جاي ناقل السير بتاعي بحيث ان هو يكون ما بين القطرين اللي في النص اللي هو القطر الوسط في البولي اللي موجودة على الدرايفنج شافت والقطر اللي في النص للبولي اللي موجودة على الدرايفنج شافت، اقدر احصل على سرعة تانية للدرايفنج شافت، واقدر احصل على سرعة ان تلاتة لو انا نقلت البير على او البلت بتاعي السير بتاعي على البولي النهائية. وبالتالي كده دي وسيلة اقدر ان انا احصل منها على ثلاث سرعات. يعني يبقى عندي العمود الاولاني بيتحرك بسرعة ثابتة، العمود التاني يتحرك احصل منه على ثلاث سرعات. الكون بولي ليه مميزات؟ هو طبعا سيمبل جدا، مش مكلف، لان البولي دي بتتعمل من الكاست ايرون، بتتعمل من السباكة، البلت بيبقى من الرابر، فبتبقى التكلفة بسيطة جدا. كتصميم مش محتاج حاجة، التصميم بتاعه سيمبل قوي، فبالتالي الكوست بتاعته بتبقى برضو قليلة جدا، والوقت والمجهود بتاعها. بس طبعا زي ما هي ليها مميزات عديدة كده فيها عيوب. اول عيب عندي البلت بتاعي ده نتيجة ان انا عندي الطارات دي بتدور، فبيحصل احتكاك، فنتيجة للاحتكاك بيتولد حرارة عالية جدا، وبالتالي لما يتولد حرارة عالية بيتمدد البلت بتاعي، وبالتالي يحصل له سليبنج، يعني يلف على الفاضي، وبالتالي بيحصل باور لوس، يعني ما بنقلش الطاقة كاملة، يعني ما بنقلش السرعة مظبوط من الدرايفنج شافت للدرايفنج شافت. طيب عايز ان انا اقلل المشكلة دي احط في اعتباري ايه؟ انا عندي القدرة للنقل بالسيور بتساوي الفرق في التنشن تي واحد ناقص تي اتنين مضروبة في الكاتنج فيلوستي على كونستنت، وبالتالي عشان احصل على اكبر قدرة للنقل عندي واقلل الفقد في الطاقة، فبالتالي لازم ان انا اعلي الفرق ما بين الشد في السيور او ان انا ازود الفي. طب انا بالنسبة لي الكاتنج فيلوسيتي اللي هي الفي معلومة خلاص، ما اقدرش ان انا اتحكم فيها لانها بتعتمد على الماتيريال اللي بقطعها، يبقى انا هزود الفرق ما بين التنشن. طب انا عندي التنشن ده، لو انا افتكر العلاقات بقى الكلام ده كله من السنين اللي فاتت، تي واحد على تي اتنين اي اس ميو سيتا، يبقى انا عشان ازود الفرق في التنشن عندي يبقى لازم ازود الميو او ازود السيتا. الميو اللي هي الاحتكاك، ودي الحالة الوحيدة اللي اقدر اقول فيها ان الاحتكاك مفيد. طب خلاص، ما انا برضو لحد معين الاحتكاك ده لو زاد عن حد معين زي ما قلنا الحرارة هتتولد اكتر في احسوس سليبنج، وبالتالي ان انا الحل التاني ان انا ازود سيتا. طب السيتا بتساوي عندي ايه؟ 180 ناقص 2 ساين ماينس 1 دي ناقص دي اللي هي الفرق ما بين قطر القائد وقطر المنقاد على 2 ال اللي هي ايه؟ المسافة ما بين الطرتين.
وبالتالي عشان ازود سيتا لازم ان انا ازود المسافة ما بين التورتين، وبالتالي كده انا هحتاج لمساحة كبيرة للمكنة بتاعتي او للميكانيزم ان انا هنقل بيه الحركة. وبالتالي الكون بولي درايف بالرغم من المميزات بتاعته فليه عيوب خطيرة جدا. ابتدوا ان هم يفكروا في حل تاني، وهو ان هم يستخدموا حاجة اسمها السلايدنج بلوك. طبعا مميزاته ان هي بتستخدم مجموعة من الجير، بلوكة كاملة فيها 3 جير متصلين ببعض بحيث بيبقوا محطوطين على الدرايفنج شافت، ومجموعة من الجير على مسافات معينة مثبتة على الدريفن شافت، بحيث ان انا بحرك البلوكة بتاعت الجيرز دي اللي بسميها سلايدنج بلوك بحيث اعشق التروس مع بعضها، وبالتالي احصل على 3 سرعات. كده انا قدرت ان انا الباور لوس بتاعي قليل جدا، الجيرز بتبقى متعشقة مع بعض مش محتاجة مسافة الا ما بينهم زي في حالة الكون بولي درايف، وبالتالي هنا انا وفرت مساحة. الدقة بتاعت القطع عالية جدا، والسرعة اللي ناتجة ما فيهاش فقد في الطاقة، وبالتالي بتبقى دقيقة جدا. بس طبعا بيبقى فيه تكلفة للسلايدنج بلوك، تكلفة كبيرة. ليه؟ لان انا مصنع الجيرز دي كلها على مثلا ماكينة الهوبينج، او لو انا استخدمها على الديسك ميلينج ماشين، فطبعا ده بيحتاج خبرة كبيرة، فبالتالي انا التكلفة عندي بتكون كبيرة جدا. بس قصاد كده بحصل على حركة ما فيهاش باور لوس. من عيوب برضو للسلايدنج بلوك ان انا بحرك بلوكة موجود فيها 3 روس، من 2 ل 3 روس، وبالتالي بيبقى الموضوع مجهد. تالت نوع عندي الكلاتش درايف. ابتدى ان هو يتفادى حتة ان هو يثبت الاربع تروس، 4 تروس يثبتهم في الدريفنج والدرايفنج شوفت، بحيث ان هو يحرك كلاتش. الكلاتش ده عبارة عن مجموعة من الاسنان، الاسنان ديت موجودة عكسها في مثبتة في الجير زي ما احنا شايفين، بحيث انه بيحرك الكلاتش ده لما يعشق مع الترس الموجود ناحية اليمين هيحرك الترس اللي فوق، وبالتالي هيدور العمود بسرعة معين. لو عكس اتجاه الكلاتش وراح عشقه مع الترس ناحية الشمال، فبالتالي هيتم عملية الدوران للترس، وبالتالي يحرك لي الدريفن شافت. طبعا هنا حل المشكلة ان هو بيحرك كلاتش بس ما بيحركش مجموعة من التروس. بس قصاد كده برضو انا ما اقدرش احصل من هنا الا على سرعتين بس، يعني ما اقدرش احصل على اكتر من سرعتين. النوع الرابع التراكي ميكانيزم، ابتدى ان هو يستخدمه عشان يتفادى العيوب بتاع عدد السرعات الموجودة في الميكانيزمز اللي قبل كده. يعني الكون بولي درايف عمليا ما اقدرش ان انا استخدمه اكتر من 4 ل6 سرعات. السلايدنج بلوك ما اقدرش ان انا استخدمه الا لو انا هحصل على سرعتين 3 بالكتير جدا. الكلاتش ما اقدرش ان انا استخدمه الا لو في حالة سرعتين بس. لكن الدريك ابتدى ان هو يفكر بحيث يزود عدد التروس زي ما احنا شايفين مع بعض، يبقى على الدرايفر مجموعة من التروس الفيكسد متعشقة مع عدد من التروس موجودة على الدريفن، بس دي الدروس اللي على الدريفن مش مثبتة، انما في دراج كي، يعني بيبقى فيه زي مجرة خبور. الخبور ده كل ما بعشقه او بدخله في مجرة احد التروس الموجودة على الدريفن شافت، معناه انه كده انه بقى مثبت مع العمود الدريفن، وبالتالي لما العمود الدريفن يدور هي الكي ده معشق مع ترس واحد منهم هيدور الترس الموجود في الدرايفر. طبعا زي ما احنا شايفين حل المشكلة، بس برضو ما اقدرش ان انا استخدمه لسرعات اكبر من 8 سرعات. غير كده انا استخدمت عدد تروس كبير جدا، في التكلفة بتاعتي كبيرة جدا. السبب الاهم ان انا بستخدم ديزاين للدريفن شافت ان انا بعمله هولو، وبستخدم الكي بحيث ان هو بيبقى ليه ارم متصل، فبيبقى الديزاين بتاعه معقد جدا، وبالتالي تكلفة كبيرة جدا.
زي ما احنا شايفين قدامنا كده اهو. لو احنا عملنا construction drawing للكراكي فهلاقي ان الشافت الهولو هو فضاه، بحتاج ان انا بستخدم فيه كي. الكي ده بيبقى مصمم على ويدج زي ما هندرس بعد كده، والويدج ده متصل ببن في النهاية بيتم سحبه ويتم عملية نقل الكي من جير لجير او من مجرى في جير معين لجير تاني، وبالتالي التصميم بتاعه معقد جدا وتكلفته عالية. النوع الخامس والاخير اللي هو النورتون تايب، وده استخدمه عشان يتفادى العيوب بتاعة الدراج كي، نقلل عدد التروس المستخدمة عن طريق ان هو يستخدم ترس وسيط زي ما احنا شايفين كده في الكونستراكشن دروينج او اللي اوت بتاعها، ان انا عندي مجموعة من التروس وفي ترس وسيط ما بينهم وعلى الدريفن في ترس واحد بس سلايدنج، بحيث ان انا بيتم عملية الحركة للترس الواحد ده ومتثبت معاه الترس الوسيط واتحرك من ترس لترس زي ما احنا شايفين كده، وبالتالي اقدر ان انا احصل على مجموعة من السرعات المختلفة. وبكده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها، اشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله.